بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. في هذه المنطقة المباركة ومن وادي فرغانة نهاية العالم الإسلامي، حيث كان العالم الإسلامي يحد من غانا إلى فرغانة ومن طنجة إلى جاكرتا، بعد ذلك هنا الآن حدود الصين. في هذا البلد المبارك ومن بلاد ما وراء النهر، هذه البلاد التي أمدت الأمة الإسلامية بعدد كبير من العلماء والصالحين والأولياء. قريبا من هذه المنطقة منطقة أوزبكستان التي فيها بخارى وسمرقند وطشقند، حيث الإمام البخاري والإمام الماتريدي والإمام شاه نقشبند، وفي منطقة أوش، هذه منطقة سراج الدين الأوشي صاحب بلاد صاحب بدء الأمالي، وقريبا منه أيضا الإمام السرخسي. هذه المنطقة الزاخرة بالعلماء والصالحين والأولياء حافظت على دين الإسلام في أصعب الظروف على مدى ثلاثة أرباع القرن، حيث قتل السفاحون من الشيوعية الحمراء من السوفيت ما يزيد على 3 مليون من العلماء، أتكلم عن العلماء وطلاب العلم. أما عامة المسلمين فقيل إن ستالين قتل 20 مليونا من عامة الخلق، أما من العلماء وطلاب العلم فهذا العدد حوالي 3 مليون كما أخبرني بعض الفضلاء. الإخوة هنا تعلموا في الكهوف وفي السراديب وفي الأقبية، حيث انقطعوا للعلم وطلب العلم وإيصال الرسالة واتصال الأسانيد، اتصال الخلف بالسلف خالفا عن سالف. الحمد لله عاد إلى هذه البلاد بعض مجدها، وسيعود إن شاء الله أكثر. بدأت المدارس تزخر، هذه مدرسة من المدارس بفضل الله، عدد طلابها يعني 400 طالب. وقيل لي، قال لي الأستاذ الفاضل الذي تعلم العلوم في العصر السوفيتي تحت الأقبية، قال إننا نرفض الزيادة لأننا لا نستطيع الاستيعاب. فالحمد لله بدأ الناس يقبلون إلى الله سبحانه وتعالى على طريقة أهل السنة والجماعة، على طريقة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وعلى معتقد الإمام الماتريدي الذي هو فرع من هذه المدرسة، مدرسة أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، وطريقة شاه نقشبند المنتشرة في هذه البلاد. فالحمد لله على فضله، ونسأل الله لهم دوام التوفيق والفضل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.